أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. المدى: علاوي يرفع السرية عن الكابينة الوزارية ويحدد موعد عرضها على البرلمان. العرب اللندنية: الحراك الشعبي يتمسك برفض حكومة علاوي رغم حملات الترهيب. كتابات: طلاب ديقار يدعمون معتصمي الناصرية، الخائفون لا يصنعون الحرية. عربي 21: بعد لقائه قادة الكتل، عقبة تؤخر إعلان حكومة علاوي بالعراق. القدس العربي: حكومة الوفاق تعلق مشاركتها في محادثات عسكرية بجنيف. العربي الجديد: السلطة العراقية تستخدم بنادق الصيد ضد المتظاهرين، وغضب على مواقع التواصل. الحرة عراق: تعذيب واغتصاب، تقرير يحذر عناصر مخابرات يملؤون ساحة التحرير. صفقوا مرة ومرتين للقائد العام للقوات المسلحة الذي اكتشف بواسطة قواه الخارقة وبنادق صيد الحيوانات أن الخطر الذي يهدد أمننا واستقرارنا ليس غياب الخدمات والفقر، ولا الجماعات المسلحة التي استباحت الوطن الحر. هو ساحات الاعتصام، الخطر هو ساحات الاعتصام. مقال ساخر للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. الخطر هو المتظاهرون الذين خرجوا لينددوا بالفشل السياسي وبالفساد الذي افترس جسد الدولة، ولهذا نراه يصر على أن ترفرف أعلام قواته على ساحة التحرير وشارع القلاني وفوق اعتصامات البصرة وذيقار والمثنى وميسان وبابل والنجف وكربلاء. تصاحب هذه الرايات وجوه كئيبة لضباط يصرخون في جنودهم: اضربوا هؤلاء الخونة، إنه انتصار المهزوم الذي يرى في متظاهرين مسالمين مجموعة من الخونة. يجب أن تخترق أجسادهم طلقات الصچم التي تطلقها عليهم قوات عبد المهدي وتابعه خلف وشتائم مقربي الحكومة. صفقوا معي، فسيد عادل عبد المهدي يريد حتى اللحظة الأخيرة من جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء أن يحقق النصر على المتظاهرين لا على الذين يسرقون أموال الشعب. صفقوا معي، فالرجل لا يسعى إلى استعادة الأمن، وإنما للسيطرة على ساحات الاعتصام ليستبدل شباب التظاهرات بقوات هوايتها ممارسة لعبة الصيد. صفقوا معي للقائد العام، فهو يريد أن يشن حربه على المعتصمين في ساحة التحرير وينسى أن الاعتصام والتظاهر حق يكفله القانون الدولي حتى في ظل أجدد الأنظمة استبداداً، لأنه أصبح أمراً مشاعاً لا يمكن لدولة أن تلغيه. والدول التي تمنع عن مواطنيها حقوق التعبير هي دولة ما قبل التاريخ، دول العصور الوسطى وزعاطيد السياسة. يضيف الكاتب أن السيد القائد العام لقوات الصچم يريد لدولة الاستبداد أن تكون بديلاً عن دولة الاستقرار والعدالة الاجتماعية، ولهذا فالتظاهر والاعتصام يمكن أن يكون على الورق فقط، وخصوصاً في افتتاحيات جريدة العدالة التي كان يكتبها قبل أن يصبح رئيساً للوزراء. تحت عنوان ظننت أنني مت، نشر الصحيفة الجارديان البريطانية تقريرا مطولا كتبه الصحفي البريطاني من أصول عراقية غيث عبد الأحد، تناولت فيه ما يتعرض له الناشطون والمتظاهرون العراقيون على يد الأجهزة الأمنية والميليشيات. التقرير كشف كيف تستخدم عمليات القتل والترهيب لمحاولة إسكات وترهيب الناشطين العراقيين، كما يتحدث عن أعداد المصابين والقتلى خلال المظاهرات سواء بالرصاص المطاطي أو الحي أو أي وسيلة أخرى. كما يذكر أن الخيام الموجودة في الساحة أصبحت كلها تقريبا تحمل صور الناشطين
الذين اختفوا جراء القتل أو الاختطاف. ويكشف التقرير أن الأجهزة الأمنية العراقية دست عناصرها بين المتظاهرين لتقصي أخبارهم والتجسس عليهم. ويروى عن أحد ضباط الأمن واسمه حسام، اسم مستعار وهو تابع لوزارة الداخلية، قوله إنه تلقى أوامر بالاندساس بين المحتجين والمشاركة بالمظاهرات لكي يتسنى له التجسس عليهم. وبحسب التقرير فإن عناصر المخابرات المتنكرين والتابعين لوزارة الداخلية يملؤون ساحة التحرير، بل ولديهم أيضا خيامهم ويراقبون الداخل والخارج. ويقول حسام: لدينا كاميرات ويمكننا أن نراقب المداخل إلى الساحة ونعرف من يدخل ومن يغادر، كما أننا نستغل صغر سن وقلة خبرة المتظاهرين ونتحدث إليهم ونعرف أسماءهم ونتابعهم لكي نتوصل إلى قادتهم. ويسقط التقرير بشكل نهائي الصورة المندسين أو الملثمين والطرف الثالث التي لطالما سوقتها السلطات العراقية لتبرير العدد المهول من الضحايا في صفوف المحتجين بين قتلى وجرحى ومختطفين. كما يثبت تقرير الجارديان وجود طرف واحد مندس في صفوف المتظاهرين، وهو طرف أمني استخباراتي حكومي يقوم بدور فعال في تصيد المشاركين البارزين في الاحتجاجات والإيقاع بهم. وتابع حسام أن الهدف الخاص للمراقبة هو أولئك الذين يوزعون الطعام ويزودون المحتجين بالخيام والبطانيات. تريد الحكومة منا أن نرفع تقارير يومية عمن يمول هذه الاحتجاجات، لكن لا يمكننا العثور على هؤلاء الممولين لأن الجميع يرسلون الأموال، النساء المسنات وأصحاب المتاجر والطلاب، لكن الحكومة مهووسة بفكرة المؤامرة وأن جميع المظاهرات تنظمها سفارات أجنبية. ورفض مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التعليق على ما حصل لحيدر عندما اتصلت به صحيفة الجارديان. وتدعم جماعات حقوق الإنسان الادعاء بوجود تورط حكومي في عمليات الاختطاف. وقال مسؤول من لجنة حقوق الإنسان العراقية: توجد قوات الأمن بالقرب من الميدان وهم يراقبون أي شخص يدخل ويخرج، وهناك شبكة من الكاميرات عالية الدقة تربط بغداد، لذلك لا يمكن تصور أن الحكومة لا تستطيع تحديد الأشخاص الذين يخطفون المتظاهرين. ويسقط التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة في بغداد غيث عبد الأحد بشكل نهائي أسطورة المندسين والملثمين والطرف الثالث التي لطالما سوقتها السلطات العراقية لتبرير العدد المهول من الضحايا في صفوف المحتجين بين قتلى وجرحى ومختطفين. ويقول تقرير الصحيفة أن جلسات التعذيب للمتظاهرين تحدث في أثناء الليل حين يحاول أحدهم النوم. في أثناء النهار يقوم الحراس بصب الماء البارد فوقه أو ضربه بعصا كواحدة من أساليب التعذيب. عن ساحات الاعتصام، نشر الصحيفة العرب الجديد تقريرا جاء فيه إن السلطة العراقية تستخدم بنادق الصيد ضد المتظاهرين، وهناك غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء ذلك. تواصل قوات الأمن العراقية مصحوبة بميليشيات مقربة من إيران قمع المحتجين عبر سلسلة إجراءات اتفقت عليها، ومنها الاغتيال والاختطاف واستخدام العنف المفرط والرصاص الحي. كما تمارس القوات المسلحة نموذجا جديدا من القمع عبر استخدام بنادق الصيد التي تطلق الكرات الحديدية بشكل مزدوج. وترتفع وتيرة القمع العنيف في ظل استمرار التظاهرات بزخم شعبي في بغداد ومدن الوسط والجنوب، وارتفاع مستمر بأعداد الضحايا بين صفوف المحتجين، فوصل عددهم إلى أكثر من 650 قتيلا ونحو 26 ألف جريح،
بعضهم في حال حرجة. وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت أخيراً استخدام أسلحة الصيد ضد المتظاهرين في العراق، مجددة نداءها لحمايتهم، وبيّنت أن هذه الأسلحة أدت إلى إصابة 50 شخصاً في الأقل باستخدام كرات بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف الحارقة في بغداد وكربلاء. وكتب علي جواد المسافري أن استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين يستوجب تقديم من أعطى الإذن باستخدامها إلى العدالة، تأثيرها سيء على المصاب، البعض فقد عينه، ووجب تطبيق العدالة الإلهية على الطغاة والقتلة. أما سفيان الخزرجي فقد تساءل: شرطة وجيش وحشد ولا يستطيعون أن يقبضوا على الذين يطلقون النار من بنادق الصيد على المتظاهرين، على من تضحكون؟ عادل عبد المهدي تحول من معاملة المتظاهرين على أنهم بشر إلى حيوانات بحسب التقرير، حيث بدأ يستخدم بنادق صيد الحيوانات بدلا من بنادق قنص البشر بحسب ما كان نص التقرير. قمع المحتجين ورط النظام العراقي ولم يشتت الانتفاضة. شهادات موثقة تسقط رواية الطرف الثالث التي روجتها حكومة عادل عبد المهدي في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. القمع الشديد الذي واجهت به السلطات العراقية الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي لم يزد المحتجين إلا إصراراً على مواصلة حراكهم، فيما تكرست السمعة السيئة للنظام داخلياً وخارجياً وازداد انفصالاً عن المجتمع، ليدخل بذلك في مأزق لا تبدو هناك آفاق واضحة للخروج منه. ويمثل تواصل موجة الاحتجاج غير المسبوقة في العراق للشهر الخامس فشلاً مزدوجاً للنظام وللأطراف القائدة له والعاملة في الوقت الحالي على حمايته من السقوط تحت ضغط الشارع. ورغم استخدام السلطة مدعومة بالميليشيات الشيعية ومستعينة بالخبرة الإيرانية لأقصى درجات القمع والتنكيل بالمحتجين، فإنها لم تنجح في كسر إرادتهم وإنهاء الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، وهو المظهر الأول للفشل. أما المظهر الثاني فيتمثل في عدم القدرة على إخفاء تورط السلطات بشكل مباشر وبطريقة ممنهجة في قمع المحتجين وارتكاب جرائم متنوعة بحقهم، الأمر الذي يساهم في مزيد تلويث سمعة النظام السيء أصلاً محلياً ودولياً وتوسيع الهوة بينه وبين المجتمع. العنف ضد المحتجين جاء على موجات مختلفة، حيث تم في بادئ الأمر قتل العشرات منهم، ثم جاءت موجة اغتيال واختطاف الناشطين والصحفيين والأكاديميين وأي شخص يشتبه في دعمه بشكل مادي أو معنوي لحركة الاحتجاج. لا ينبغي النظر إلى الحكم الأخير على الشيخ رائد صلاح بسجنه 28 شهراً بمعزل عن الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والإجراءات الصهيونية المحمومة في سعيها لمطابقة الوقائع على الأرض مع تلك الخطة التي تجعل من الوقائع الصهيونية أساساً لأي تسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. مقال للكاتب ساري عرابي بموقع عربي 21. حينما نأخذ الصورة من جوانبها كلها القريبة والبعيدة، فإنه لا يمكن القول إلا أن رائد صلاح قولا وفعلا رجل بأمة يرى فيه الاحتلال بقية العرب والمسلمين الذين يتسورون حول عنوان الصراع ومعنى الوجود العربي الإسلامي في فلسطين. وبعد التقدمة التي مرت فإن وصفه بذلك ليس من قبيل الإنشائيات التبجيلية، وإنما هي الحقيقة المنعكسة في إجراءات الاحتلال التي تستهدف هذا الرجل وحركته ثم تعيد استهدافه في هذا الوقت بالذات.
لم يكن الرجل ظاهرة صوتية، والصوت في حالته تنبيه صادق مبكر للخطر الذي يحيط بالمسجد الأقصى، يجتمع حوله أي صوته عشرات الآلاف من الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948، ويتمدد إلى ما وراء فلسطين، ثم يحتشد في قوافل تعمر المسجد وعمارته بالبشر، كانت ولم تزل من أهم ما يمكن فعله لحمايته، ثم تعمره بمشاريع الإعمار والترميم التي حمت بعض مرافقه ومصلياته من الاستيلاء الصهيوني عليها، ثم تعمره بالمؤسسات الراعية والأفكار التي تجعله محل رباط دائم بالعلم والدرس وما سوى ذلك. وإذا كان رأس صلاح مختلفاً على مستوى الدور والمهمة، وتمكن ببصر ثاقب وثبات راسخ أن يقدم رؤية مختلفة ويبدع فعلاً مؤثراً، فإنه كان مختلفاً كذلك على المستوى الشخصي بتواضعه الأخاذ وبساطته المحببة ونظافة يده التي يشهد لها الجميع. يقول الكاتب إن الشيخ صلاح كان يؤدي عملاً حقيقياً لا يشفي عن طموحات شخصية للرجل بقدر ما يشف عن هم عميق يسكنه بالقضايا التي يناضل لأجلها، بخلاف أكثر أهل السياسة مهما عظم نبل قضاياهم. ومثل هذا الرجل بهذه السمات هو أكثر ما تحتاجه فلسطين في مرحلتها هذا. عاين باحثون ألمان أدمغة 48 شخصاً باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي في محاولة منهم للتعرف على تأثير استخدام الهاتف الذكي أو المحمول على البشر. التصوير أظهر نتائج صادمة، فالتأثير يشابه إلى حد بعيد ما يخلفه تعاطي المخدرات، بل ويسبب تغيرات في شكل الدماغ وحجمه. وأجريت الدراسة التي نفذها علماء من جامعة هايدلبرغ الألمانية على مجموعتين من الأشخاص، 22 شخصاً مدمناً على استخدام الهواتف الذكية و26 من غير المدمنين على استخدامها. وفي النتائج وجد الباحثون تقلصاً في حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسية لدى المجموعة المدمنة على استخدام الهواتف الذكية، وأظهرت الصور انخفاضاً بمستوى نشاط الدماغ لدى مدمني استخدام الهواتف الذكية مقارنة بغير المدمنين من مجموعة الاختبار. نتابع الآن بعضاً من صور الكاريكاتور التي وجدناها في صحف اليوم. صدى الإقلام انتهى مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.